نحن من فترة طويلة نشارك في يعني تظاهرات وزارة الثقافة والمهرجانات الثقافية التي تقام في يعني أغلب المحافظات بعدة أنشطة. في مهرجان دمشق الثقافي الحالي شاركنا في معرض للقطع الأثرية المكتشفة في مدينة دمشق، طبعا في دار الأسد للثقافة والفنون دار الأوبرا، بمعرض صغير لمجموعة من القطع، طبعا قطع أثرية أصلية متعددة تعود لفترات مختلفة، منها الفترات المملوكية والأيوبية وأيضا الفترات الرومانية والبيزنطية. كما ذكرت هي قطع حصرا اكتشفت في مدينة دمشق. طبعا الندوة اليوم حاليا بصددها نحن تتحدث عن واقع المتاحف ومواقع الأثرية والأضرار اللي أصابتها وخطط التدخل اللي قدمتها المديرية من أجل إجلاء ونقل هاي القطع والحفاظ عليها خلال الأزمة. الدكتور محمود حمود رح يكون بمعرض الحديث عن هذا الموضوع، وهو ملم بكافة التفاصيل الخاصة بعمليات الإجلاء والإخلاء اللي تمت خلال الأزمة، واللي كان جزء منها كبير نفذها كوادر المديرية بأيديهم الخاصة، إضافة إلى الحديث عن عمليات الاستعادة اللي تمت للقطع الأثرية المختلفة الموجودة ضمن المتاحف، واللي تم جلب معظمها في مناطق الخطر إلى الأماكن الآمنة. وإن شاء الله نحن هلأ بصدد إعادة صياغة عرض جديد مستخدم هاي القطع بعد الترميمة ودمجها بعمليات العرض المتحفي.